اقول لكم حاجه، اتقال ايه على تشجيع الاستثمار الاجنبي؟ طب انا لكل اللي بيسمعوني بما فيهم رجال الاعمال المصريين، لما تقعد تتكلم وتقول ايه مش سايبين لنا فرصه، الاستثمار مش واضح، في حد بينافسنا، انت بتدي بيئه جاذبه ولا بيئه طارده؟ لما تيجي تقول ايه لا لا ده احنا مش مفيش فرصه، ده بيضيقوا علينا، ده بيعملوا، ده انت بتقول كلام مش واخد بالك انك انت بتضر نفسك. طب انا اجي لك ليه؟ اذا كنت انت يا مستثمر مصري ورجل اعمال مصري بتقول لا، اجي لك انا؟ الكلام اللي انا بتكلم فيه ده يمكن يكون ملوش علاقه خالص بفكره التشخيص وايضا التوصيات اللي اتحطت، لكن هي دي كانت عباره عن الملاحظات اللي انا شفتها كمواطن مصري من اداء. انا هديكم مثال، والكلام اللي هقوله ده مش بقول كلام، ده كلام حصل. فجينا على موضوع المواني في مصر. المواني في مصر، طيب المواني دي تم طرحها قبل كده في اطار يعني الاستثمار الخاص، ولا بأس، ولا بأس من كده، كويس. لكن انا لازم كمسؤول وانا ببص على القضايا ديت اشوف التاريخ واشوف النتائج. لو لقيت النتائج والتاريخ بيساعدني في الاستمرار في هذا المسار اكمل، لو لقيت ان انا محتاج اعدل اعدله، لو ما عدلتوش يبقى انا مش قادر اتعامل بالمرونه الكافيه وبالكفاءه الكافيه مع التغيير اللي حصل، هفضل زي ما انا. انا جبت المواني لانها كان يعني موضوع كده، فكان في احد المواني عندنا، المينا ده اتعمل من 25 سنة وما اتطورش كتير. ما اتطورش ايه؟ كتير. يا جماعة طب عايزين نعمل شبكة مواني تليق بدولة تستطيع أن تقوم بمهام لوجستي في منطقتها اللي هي بتتميز بموقعها الجغرافي. ممكن دكتور زياد يقول لي ايه؟ يقول لي التوصية ديت. أقول له طب أعملها ازاي؟ يقول لي خلي القطاع الخاص والمستثمرين يخشوا يعملوها. اقول له طب يلا. قعد سنه اتنين خمسه ما اتعملش. مش ما اتعملش عشان، لكن هو ده الموضوع ده عشان نعمله كامل يا وزير، مش كده؟ مينا السخنه اللي بتكلم عليه كامل وزير قلت له المينا ده يتعمل كله، مش كده يا كامل؟ فقال لي يا فندم ده عايز 40 50 مليار جنيه. عايز يتعمل بكام؟ 40 50 مليار جنيه. قلت له اتعمل يا كامل. قال لي ما انا صريح وما بخافش ابدا الا من الله سبحانه وتعالى. اعمله يا كامل. قال لي معيش فلوس. قلت له الجيش يساعدك. طب انا في رجال اعمال مستعديه تدفع 40 مليار جنيه لكامل الوزير عشان يعمل المينا ده اللي ما نعرفش العوائد بتاعته هتبقى قد ايه، من اجل بناء قدره وانطباع لدوله قادره على تلبيه متطلبات التجاره العالميه. طب دي واحده. محور تعمير في اسكندريه. يا كامل الوزير هتعمل المحور ده ليه؟ قال لي يا فندم اعمله في ثلاثة عمالي، صح كده؟ يعني يا كامل؟ قال لي يا فندم يعني ان شاء الله ندخله 21 22 ولغايه ان شاء الله 24 25. يا كامل المحور هتكلف كام؟ قال لي يعني 14 15، مش كده؟ خمس حارات، صح كده؟ اوعى جيش اعمل لي ده ثمان حارات وثمان حارات. سنة تسلمه لي أو سنة ونص، صح كده؟ أنا سمعت ناس بتتكلم يقول لك إيه؟ اللي عايزين بس نشوف الدنيا، الناس اللي موجودة هنا بتعمل إيه وبتاع. لا لا لا، الباطل باطل ونتبعه الجميع، والحق حق وإن لم يتبعه أحد. الباطل باطل. الكلام ده بقوله لكم مش دفاع عن حد. لو انا ما مشيتش، لو مشيت على الكلام، كل الكلام اللي بقول اللي بيتقال ده دي تجربه،
تجربة حكم 7-8 سنين، وزي ما قلت قبل كده وبفكر لكم، هي عبارة عن 10 ساعات يوم على الأقل لإنسان منتبه جدا لها، وشاف إن المسار لو استمر على إنه ياخد الكلام كله قد يكون في بعضه سليم ويتنفذ وبعضه ما يتنفذ. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا بقول لكم كلام. المحور ده خلص واتعمل، وقلت له كملوا كمان 15 كيلو في اتجاه برج العرب عشان يبقى 50-55 كيلو، هيبقى بكام؟ 30 مليار تنزل الجيش يعمله. انا لما جيت عملت اول لقاء، ده كامل، اول لقاء مع المستثمرين في فتره الترشح، فقلت لهم انا متصور ان انا محتاج 100 مليار جنيه عشان اجابه الاثار اللي نجمت عن الحاله اللي افرزتها حاله الثوره في 2011 و2013. الانطباع اللي طلع، وخفت قوي ان هو الانطباع اللي عندهم، ان انا جاي يا دكتور، جاي اخد مال الناس، ده لا يرضي ربنا ولا هيرضي ربنا، لا طبعا. لكن لازم نشوف المسار اللي مشيت بيه الدوله خلال ال 30 سنه ونشوف النتائج وايه، والا هنبقى نفضل احنا زي ما احنا كده. في جزء كبير جدا من اللي اتعمل، الناس النهارده يكلمني على طريق وكوبري، كوبري ايه؟ ده ما فيش حاجه فيك يا مصر، اوعى حد يزعم الكلمه اللي هقولها لكم كلكم، كانت واقفه على حيلها. والله العظيم. عايزين تعرفوا مصر عامله ازاي؟ روح حديقه الحيوان. يعني ايه؟ شوفوا حجم التردي، حجم ايه؟ شوفوا حجم المنشآت، شوفوا حجم السلبيات، شوفوا حجم التعب اللي بتتعمل. انا قلت المسارات المتوازيه في الحلول. حد قال لي ما تاخد الحديقه تعملها، قلت له لا، انا اعمل 10 حدائق وما اعملش حديقه الحيوان بالطريقه دي. ده بتخش على الحديقه من هنا تلاقي كل الناس بتتكلم حديقه الحيوان والخضره اللي موجوده فيها والاسود الجميله. الله 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 الله. ايه ده؟ ايه ده ده ده؟ أنطونيادس في اسكندريه، ايه اللي خلي فيها نباتات نادره؟ طب روح شوفها بس. روح شوفه. اخش على المنتزه يقول لك لا الناس اللي قاعده هناك احنا بقى لنا 25 سنه. ما يصحش كده، ما يصحش كده. ما يصحش كده. يعني انا بقول الكلام ده ملوش علاقه كتير بالمؤتمر، لكن دي البيئه اللي انا بتكلم عليها. البيئه اللي هي احنا بنفكر في حياتنا ازاي؟ واحنا بنتكلم وبنساعد بلدنا ازاي؟ انا قلت كلام كتير. يعني الحكومه بتقوم بجهد جبار كلها بصراحه، لكن اي موضوع عايز اخلصه، اي موضوع عايز اخلصه يا محمد يا زكي، بقول ايه؟ بقول يا محمد يعمل ايه؟ يعمله بس. خلص كلمه. اتفضل يا محمد. انا بحييك وبحيي الجيش. طب بقول كده ليه؟ عشان انا منه؟ لا والله، لا والله العظيم، لكن انا بقول كده عشان بسجل ليك وللتاريخ اللي الجيش عمله. من امتى؟ من بعد ما خد طعنه نجلاء في 67، وعاد درس، والعوز والحوجه اللي هو عاشها، واللي كانت سبب من اسباب جوله لفنانين عظام يروحوا يعملوا كده عشان يجيبوا دعم ليه في حربه المقدسه. قلنا لا يمكن ابدا. دي دروس بنتعلم، ان الجيش يبقى كده تاني. طب يبقى الامن القومي المصري متعلق في رقبته؟ ايوه، زي ما حصل في 2013 و2011. طب يبقى متعلق في رقبته في انه يكمل ويبقى يدعم ما امكن؟ ايوه. ده دور يعمله؟ ايوه. يعني الكلام ده هيزعل الدكتور مصطفى. والله هيزعل الدكتور مصطفى. طيب ازعلك؟ بجد يا دكتور مصطفى؟
اصل انا على الهوا خالص يعني. ف المينا اللي بنتكلم عليها دي تبقى احسن مينا في الدنيا كده. شوف انا بعمل بصباعي ازاي. مين عنده حل تاني؟ مين ابو قير اخش جوه البحر 3 4 كيلو؟ ها احمد اخش يا احمد عشان اضيف 7 مليون متر. 7 مليون متر فين؟ لمدينه الاسكندريه اللي غرقانه في التجاوز. 7 مليون متر جوه الميه واعمل ارصفه فيها 22 متر، مش كده؟ وعشان 15 كيلو. مين ده؟ مين اللي بيعمل رصيف 15 كيلو ده؟ أنا شركة في العالم.